الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل العيد للصائمين والقائمين في شهر رمضان يوم فرح وسرور، أخرجهم من ظلمة المعصية إلى النور، وجنبهم برحمته من الشرور. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يرفع بالطاعة أقواما صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وصحبه المهتدى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، هذا يوم يوفى الصائمون فيه أجورهم بأحسن ما كانوا يعملون، ويكرم المؤمنون من الرحمن على ما كانوا يصنعون، ويباهي بكم الملائكة وأنتم في الصلاة خاشعون، وعن اللغو معرض، وللزكاة فاعل، صمتم شهر رمضان صابرين، وقرأتم القرآن خاشعين، وبتم لربكم ساجدين قائمين. هل ذكرتم بصومكم البائسين؟ وهل واسيتم بزكاتكم المساكين؟ أنتم خرجتم من بيوتكم مسرورين، وجوهكم ضالة مستبشرة، عليكم المداومة على الأعمال الصالحة حتى أتاكم اليقين. أليس من العار عليكم أن تنسوا ربكم في غير رمضان وتتبعوا خطوات الشيطان؟ أيها المؤمنون، هل أخرجتم من مالكم صدقة الفطر وتصدقتم على الأيتام والأرامل والمستحقين؟ كيف وأنتم مسرورون والفقراء مظلومون؟ كيف وأنتم لبستم الجديد والأيتام يبكون؟ كيف وأنتم اشتريتم أشياء مختلفة والمحتاجون ينتظرون؟ هل نسيتم إخوانكم المسلمين؟ ألا تشركونهم في الفرح والسرور؟ ما لكم يا إخواني؟ لا يليق بنا أبدا، فعليكم أن تخرجوا من أموالكم صدقة الفطر صاعا من تمر ونصف صاع من بر أو شعير قبل خروجكم إلى الصلاة. فالله تعالى يقول: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن بطرا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير طريق الذي خرج فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم اللسان، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم بنفسي أولًا بتقوى الله عز وجل، وأحثكم إياي على طاعة الله وطاعة رسوله، فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين
الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعن الآل الأزواج الطيبين الطاهرين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والسلاسل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأصدقائنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك وغضبك والنار. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ستار العيوب ويا غفار الذنوب، يا ذا القوة المتين، يا فعالا لما يريد، يا راحم المساكين، يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين. يا الله سبق معكم وعن فرما، يا الله تضيق لغشك ختم فرما، يا الله نكعمل في هم سبق توفيق أدا فرما، يا الله رمضان مبارك کی اللہ تمام عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی، یا اللہ ہم نے روزہ رکھا، یا اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی، یا اللہ ہم نے رات رات میں تراویح میں قرآن پاک کو سنا، یا اللہ ثواب کی توفیق سے تمام عبادتیں ہوئی، یا اللہ ہم سب سے کوتاہیاں بھی ہوئی، اللہ ہم سب کو اللہ ہمارے جرم کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ آپ بڑے پیارے اللہ ہے، اللہ آپ بڑے پیارے ہیں، یا اللہ آج ہم سب آپ کے مہمان ہیں، یا اللہ ہم سب آج آپ کے مہمان ہیں، اللہ آپ میزبان ہیں، اللہ اے اللہ مہمان مغفرت کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کے گھر والوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ، اے اللہ ہم سب کو اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہلے پاک صاف فرما. یا اللہ، اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کا ہمیں اتباع نصیب فرما. یا اللہ آپ کی محبت میں ہم بھوک بھی برداشت کر رہے ہیں، یا اللہ سب آپ کی محبت میں ہم برداشت کر رہے ہیں. یا اللہ روزہ تو ایسی عبادت ہے، اس میں کوئی دکھلاوا نہیں ہے، یا اللہ اس کا بدلہ تو آپ خود دینے والے ہیں، یا اللہ آج بدلہ دے دیجئے. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، آپ نے فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. یا اللہ آپ بے نیاز ہے، یا اللہ آپ تعریف کے لائق ہیں، اللہ یا اللہ ہم سب محتاج ہے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرمائیے. یا اللہ جو مرحوم ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائیے، اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائیے. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اللہ جو بے نکاح بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، اللہ ان کے جوڑ کے مناسب اللہ رشتہ انہیں نصیب فرمائیے. اے اللہ، اللہ جو بے اولاد ہے، اللہ انہیں اولاد عطا فرما کر آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے.
صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی بھلائیاں مانگی ہے وہ سب ہمیں عطا فرمائیے اللہ جن شرور و فتنہ سے پناہ مانگی ہے ان سب سے ہمیں بچا لیجئے کہ اللہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعا کو قبول فرمائیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين ہمیں نہ منصوبہ لے پوچھے تو کری کی باقی لوگ بھی کام کرے گئے Public, you got it, public. Because you got it, 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 you got it